اتكلم، احكي لنا ايه اللي حصل. السلام عليكم. انا اسمي المهندس محمد صالح، مهندس كهرباء من الطبقه المتوسطه. كان عندي عربيه 27 كده تعبانه شويه، فلما نزلت المبادره بتاعت سياده رئيس الجمهوريه ان ممكن ان انا اعمل احلال بعربيه جديده، فقدمت فيها والحمد ربنا اكرمني. استلمت العربيه دي السنه اللي فاتت من نيسان سنترا موديل 2022. قلت يعني اعمل القصه دي بحيث ان ربنا يكرمني اشتغل عليها اوبر، بحيث ان اقدر ادفع القسط حوالي 5000 جنيه. اقدر ادفع القسط في نفس الوقت اللي انا ربنا يرزقني باي مبلغ مساعد في الحياه. انت حضرتك عارف ان يعني الدنيا اليومين دول بقت غاليه جدا، بحيث ان حاجه تساعد في الدنيا شويه والمعيشه اللي احنا فيها. فالفكره بقى ان يوم الحد الموافق 17/12 وانا مروح رحت البيت بس اكل لقمه، فنازل من عند كوبري ارابيلا التجمع الخامس راح ناحيه البيت بتاعي. وانا نازل من على الكوبري، بعد الكوبري بشويه في مطب صناعي محطوط عشان الطلبه بتاع الثانويه العامه، في مدرسه تقويه بتاعت الطلبه، فهم عاملين مطب عشان الناس اللي بتعدي تهدي السرعه شويه. فوصلت للمطب فمهدي السرعه وباخد المطب بالراحه، فوجئت لقيت عربيه نازله بسرعه جنونيه خدتني من على المطب، سحبتني قدامها حوالي 300 متر.